الحب للوداد جا في حال هكاك، عرف شي واحد السبب اللي خلاني نتعلق بهاد الفرقه بزاف؟ فاش كانت الوداد كدير شي حاجه كنحس بواحد الطرف ديال الحريه تيتزادني. وانا رغلو عندنا كثير وكان عنده الزان سعيد كان النص غيتسطف مريم النص الاخر غيتفرج فينا وديما نكون دينا نكون داير واحد الجمال حسن بوكل مات هو يبقى بوكل. كاين اللي قال لا راه ديك الساعه سعيد النصيري هو اللي مول هاد الرحله. كاين اللي مشى بعيد قال له مرض كراكي ولا عيط لك شنو ندير فيه انا زعما بزمل انا غادي غير باش نتفرج انا غادي على السيام ولينا في شهر زعما ديك الفكره ديال نطلع كاب ولا هادي ما كايناش اش بغيت غني ولا اقول هذا مسطي المنتخب داز الكونجي ساله خلينا راه كاين واحد الباب ديال الدروز ديال السوكو غتحلوه غتهبطوا معاه غتلقاو راسكم لتحت ماشي كوكوطاج وصفروا الراس. تخيل نبيل دابا كريستيانو كنصفروا عليه وانا نقول لذاك اللي شوف الوقت تبدل ديك الساعه صيفط ليا هلا هلا مغاربة شداد ورجالة سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرون يا سلام طريق نفاتي يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة كورة في 90 في الحلقة 45 بودكاست في 90 مع سعيد فتاح طريق نفاتي نبيل بالشقرون والضيف ديال حلقة اليوم معكم دابا هلا 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 مغاربة سبوعة ورجالة اغديروا النية سعيد كيف مدغ والله لو صفقة ديال نجات عندك ديال الهاتف هي نجات لونا واللعيبات 10 مليون ليلة واحد النويطة اخويا كيبقى ظهرك كيبقى ظهرك يلا جيش من الحمام كيف اخويا شطيبي داز لا شطيبي الصراحة تحية للمشاهدين ديالنا بصراحة تنتأسف كشبان نحضر معك أخويا نبيل في الحلقة ديال الشطيبي اللي صاحبنا وأخونا وكان وقع واحد تعارف عاد رينك هكا كيجلج الأكواريوم عاد رينك تنجلج الحيط ما لقاش القرش في المرصاد مشى طالع يجلج نشوبة والله كشبان نحضر معاه وبصراحة حلقة ديال زوينة دوماج ولكن واخا غلط هاني لا هو راه قال لنا بحال هكا قالنا واخا انا هو صراحه من جو كيسول عليك وحق الله سولي الخير كيقول لي عشيري خويا سعيد خويا سعيد خويا سعيد واحد لقيته يقول لي والمهم بعد ظهر سعيد راه حاضر معاه كيفاش ظهر سعيد قلبك شي قلبك كيبقى ظهرك شي نهار وش يحلم هاتي حلم بالي قاش طيبي واش تحلم ولا ويلا قلي ساعة ترى الطاردين اللي ما جابنيش الطاردين تويلي هذيك الساعة كنا نلعبوا واش طيبين ترى وقيلة الضيف ديال اليوم ملعب ما مدرب الضيف ديال اليوم زها كاع التيرانات ديال المغرب تورخ في قطر وزعزع مع الوداد لافريك عبد الله فريع هلا 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 مغاربة سبوعة ورجالة ديرو ديرو النية صندل علي جعلة الحكاية بداش مكسيكو تورخنا في قطر وعندك سعيد حسيت بك إيراني ما تحمس سعيد الديسك هذا حضرنا لي في الميترا خويا عبد الله فريح مرحبا بك بارك الله فيك خويا نبيل وشرف لي نكون معكم اليوم مع سعيد معك انت مع طارق شكرا والله الا نهار كبير هذا خويا شكرا بزاف عبد الله فريح 32 سنه نقدموك للناس كابو سابق فيراج وينرز كورفانور في الحقبه ديالك مع كاكابو الفيراج وينرز تكلاسا فصيل ديال وينرز المشجع اللي فريق الوداد الرياضي بريمي مونديال في 2019-2022 كذلك قدتي الجمهور المغربي في ملحمة قطر وصاحب أغنية هلا 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 واحدة من الأغاني اللي دارت البوز واللي انتشرات كنظن ماشي في قطر ولا في المغرب ولا كنظن في العالم كامل كنمشيو كتلقى الهواس الا 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 فهمتي بنادم صراحه اللي تجربه كتواعره من الناحيه ديال الاكسبرو كبير اللي داروا للمنتخب الوطني كذلك الاغنيه والتشجيع الجماهيري والتنظيم الجماهيري والتاطير ومهم شي درتي حالتي كنرجعوا ليه في حلقه اليوم
الكبير عبد الكبير الكبير كي داير اخويا كبير الله يحفظك. تحيه لنبيل، تحيه لخويا سعيد، تحيه لخويا فليح، تحيه للجمهور كامل ديال بودكاست 90. انت مريح حدا فالح يعني يقولك سكوت سكوت يقول عندك تطلع عندك تطل. لا انا مأطر اليوم انا قبيه والله والله يشد دريك يكعو عليك وحق الله انا نقول لك انا فاص مابقاش تخبر عنا هو كان مريض صراحة ولكن المهم الله يلاك سو مريض اخويا شكون دارك اصاحبي ها البرد البرد ديال المزيان ديرو لي كونتر فيزيت الله يلا وانا كنعرفك اخويا فالي عندك الناس رياض فالي عدونا معك في الاوفر لايف شي 7000 سيرتيفيكا باش يمشي مع الوداد والمنتخب شي سبع والله والله واصل شي زعما حفظوني حفظوني والله الا حفظوك. حنا فرحانين بزاف تكون معايا خويا فالي قبلتي الدعوه. الدعوه اللي كان لاباز ديالها هو ان احنا قراب من الكوب دافريكيا خويا فتاح ان شاء الله وجالسين داك النهار طريق وفتاح وكنبداو نقولوا ديال كتخيلوا كيفاش غيكون تنظيم الجماهيري في كوت ديفوار سورتو واحد الدوره اللي حنا طريق مهمه علاش جاي مورا مونديال خصنا نمشيو نلعبوا عليها. خلينا من تصريحات ديال الركريك الله يسهل عليه كيحيد على راسو لا بريسيون والعيل واللعيبات الله يسهل عليه. مي حنا عارفين بان ديك الدوره حنا خصنا نمشيو باش نجيبوها ان شاء الله ان شاء الله. الجمهور كيلعب دور كبير بطبيعه الحال واللي بغى يعرف هادشي يتبع هاد الحلقه غادي نعرفوا الفرق ما بين الماتش ديال كرواتيا وما بين الماتشات الاخرين بلجيكا وتطالع كان فرق كبير. حنا كنا في قطر فرق كبير وما نكذبش عليك انا شخصيا درت ثلاثه ديال التغطيات ديال المنتخب في مصر 2019 الكابو اللي كان طلع كان مصري عودوا قوموا داكشي كاريتي زعما الصراحه وخا الجمهور حاول داكشي وكان كانت الجاليه المغربيه في مصر بها والو. الكاميرون لبزوا خوتنا كاميرونيين التونيات ديال المغرب وداكشي والو بقاو كي انا كي زمروا كي زمروا وكنا دائما يعني كنا ديك الساعه فرود كنا كننتقدوا هاد لو بوين هذا طارق كنا كنقولوا دائما بان كاين واحد الحاجه اللي كيمونك في قطر كان تحول كبير وكبير جدا تالي هذا التحول الكبير كان مسؤول عليه وكراس فليح وشي كلشي عارفه لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه التحفيز طريقه ديال التحفيز وهذا الشيء كنظن كان طبيعي لان الخبره ديال كابو سابق الواحد من احسن لي زولترا واحسن لي جروب في العالم وهادشي من خلال يعني المراكز اللي حققها فيراج وينرز في السنوات القليله الماضيه وبالتالي فهذا هو المغزى من استضافه فليح اللي قبل الدعوه. مشكور اخويا فليح بارك الله فيك. كوب دافريك شنو نقول لك بعدا نرجعوا لذاك الانتقاء اللي قلتي ديال الجمهور. انا ديما كنكدرني في خاطري واحد القضيه في مونديال ديال روسيا وفي لي كوب دافريك اللي كانوا قبل وي على جبت روسيا روسيا كانوا مغاربه حضروا بزاف بزاف بزاف. انا ما مشيتش كنت كنشوف فيديوهات كيبارك بحال لاعبين في المغرب لعبنا مع منتخبات زعما عندهم جمهور لعبنا مع الصبليون مع البرتغال ايران حتى هومايا ولكن كانوا كيبانوا لك مغاربه شادين واحد 80% ما بغيتش نقول 90% في التيران غير هو فاش كيبدا الماتش ما كتحسش بداك الجمهور عنده واحد الدور يمشي كيبان داك الدور كيبان في النشيد الوطني كتسمعوا شي زعزع التيران هادي ولكن كيبدا الماتش ما كتبقى حتى شي حاجه حتى كتكون شي اوكازيون عاد كيبان لك بنادم كيتحرك وهذا ولكن ما بحال قلتي كاين بنادم بزاف ولكن القائمه المضافه ديالو في التيران ما كايناش. بار كونتر الا شتي زعما منتخبات اخرين ديال امريكا اللاتينيه ولا ديال الاوروب وحتى ديال اسيا كاع كيبان لك الجمهور ديالهم ديال المنتخب في النيفو ديال الجمهور ديال الفراقي ديالهم مثلا الطاليان كيبان لك بحال كتفرج في الميلان ولا الانتر ولا اليوفي الجمهور ديال المنتخب ديال الطاليان كيبان لك كيدير الفرق. لارجنتين البرازيل حديش ولا حرج اسيا الجابون هادو كيبان لك حتى هما منظمين مغاربه كاينين بزاف ولكن ما كيضيفوا حتى شي حاجه ولا جيتي للبطوله ديال المغرب غتشوف الجمهور ديال الفراقي
راه النيفو اللي واصلين ليه راه الخيال يخلعك، ولكن داكشي ما كاينش في منتخب. صح، هاد النقطه كانت كضرني في خاطري الصراحه. الحمد لله مورا قطر كنظن غادي يتبدلوا بزاف اللعيبات، وعلى الله يبقى غادي هادشي فحال هادشي اللي كنتمناو وهادشي اللي جينا نعرفوا اليوم. اما نعرفوا اما غير نتوشيو هاد لو بوين هذا، باش الا ما كان والو من ناحيه تنظيم الجمهور التعطيل الجمهوري يكون باش لفتوا الانتباه. غادي نبداو شويه بشويه، غادي نعرفوا القصه ديال هلا 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 هلا، وغادي نعرفوا القصه ديال قطر، غادي نعرفوا كذلك السبب ديال الخروج ديالك من جروب بالجروب من الوينرز، وبزاف ديال اللعيبات اخرين. وغنبداو بالاستوار ديالك بالاول مع طريق اللي مجد. الله على طريق حاجتين. انا كنشوف مفتاح في الحقبه ديالو، مفتاح كان كيلعب وبشجع راسه كابو ديما ماشي. شوف باغي نبدا الحلقه بمورال، وانت كتقول اش بغيت الشعب خويا يا رب. راه 57 سنه صاحبي، الزغبه ما طاحتش صح. 57 سنه ريكوبا طاح لي الشعر مزيان صاحبي، ريكوبا ريفالدو قرع انت لا يا صاحبي. دابا حنا اين وجه نبانو معاك؟ دابا قول لي اجي نبانو انا وياك. انت ترى احمد بدير مريح حدا سعيد. اما هذا شو واحد داكلين براس براسو. عندي الحفار هنا اخويا سعيد. كاسكيت خرجت الكاسكيت. وانت راجل راه من راه قلت لك راجل عالي، ولك هادشي اللي جالي درت انا راه الشمع ديال والله ماجي. لا داكشي يكون وراثي كما تيقولوا. الحمد لله انا خوتي كاملين ما حتى واحد ما قرا ولا شي لعيبه. مازال الوالد الله يرحمه كان قرا. لا الوالد عنده الشعر واحد خويا لي، لا فلوس لا شعر لا ولاد معاري كي داروا. لا الله علم داكشي ديال الله عاوتاني ديال الله كله والزغبه ديال. قال لنا ندويو على قطار، ندويو على هلا هلا. لكن اخويا نسينا المهم ضروري هو غنبداو معاه ازير، فهمتي؟ نبداو معاه عيش من الطفوله ديالو، فهمتي؟ كي كانت الطفوله ديال عبد الله فعليه فينا بلاصه، فهمتي؟ قربنا منك اكثر. الطفوله بحال كاع ولاد السعب. انا والدرب سلطان بالضبط، والدرب الشرفه سلم على ولاد الدرب. تحيه للدرب الشرفه. اخويا فالح كتفرج فينا شويه ضروري ياك ضروري. كاين الانترفيو الاول هذا الميكرو واحد ضروري باش يديو الصوت. اما والله انا رايح بقيو، اما والله جار احنا رايح بقيو ماشي عادي. اول دربنا فالح صافي دابا طفوله عادي. انت كل شيء ولد درب. هو انا درب السلطان، هو درب السلطان، هو الشرفه انا حي مجيد. تضرب عبد السلام بيناتنا القريعه، بيناتنا القريعه، بيناتنا القريعه. انا ولد دربنا اه وي شي كتعرف تاكل الزوم ويلي ديما الزوم كاملين نضرب لك الزوم. تحيه لك الزوم. حنا كنضربوا ماكدو فهمتي. انا البناري الزوم والحمر الراس تا هو شدوز عليه. هذا اسمع الحمر الراس على الوسطي هذا الصاصي ولا قديم الحمر الراس. هو طفوله كيف قلت لك عادي فهمتي. كي القرايه كتسالي مدرسه كتجي كتحط السكاره كتخرج كورة كتبقى تجري نهار كامل يعني دوزتي الجاحيط مزيان سي. انا قريت في الجاحيط، دوز الجاحيط قراية ودوزت هذيك الوسيعة كورة. الوسيعة أكثر من القراية طبيعي. يعني دوز كورة كيف ما قلت لك، الجاحيط ليرميطاج لاجونيز المحطة، يعني الدرب شا هو يا ميكاوية ضروري هذيك سبونسور شعار سبونسور ديالنا في الصغار هي ميكاويه. تبقى شرب بيضين وديك الكوره ديال السينويه هذيك ما كتشريها من الحانوت. كنت تفوكسو بها اخويا بالي بعض المرات الميكاويه ضرب تجين وضرب ما تبقى شرب بيضين وخارج بها. والله تحيه لكوبنهاغن. والله انا ما عرفتش شكون اللي قال لك هادشي تبوكيس، ولكن انت كنت مقتنع عشان قلت لك انا. والله الا الصغور ما دوزت كما قال فالي، والله الا دوزنا في ايام الصغور كانت تحلو مره بحال شنو ربح لي واخد اير ماكس. سعيد انا ماشي عنديش مشكل تلبسها ولكن ماشي تبوكس بها. والله الا لبسناها خرجنا بها بالعاد وشافوا فيك الناس عادي في صباعك كانوا نورمال. لا لا عادي تلبس صغير انا ماشي بحالك. لا يا مع التقاشر بيضين كتولي تبان سبرديل. واه كتولي سبرديل. كما قلت لك دوز كوره فهمتي، يعني بحال كاع ولاد الشعب ما يمكنش دير ناطاسيون ولا تينيس ولا كتعرف كوره صافي. كوره 3 دراهم 4 دراهم كوره هذيك هذاك هو المتنفس عندك. مورا القضايا كتلعب كوره، كتلعب السيمانه كامله
وراو الفي الفي نق طلعهم بيا كان فالح يعني الصغر في درب السلطان وديك الساعة درب السلطان راك عارف يعني لا بلي بارك يقولك درب السلطان راه رجاوي يعني كيفاش خرج جاي من لا من لا من, من, من ديك الدار اللي معروف اكثريه بالرجاويين بون كيستيون طارق وي او لا لا الفرنسي جاي محول علاش ما جيتش البارح كان ديكور تسقي شاد العميد الاخرى كيغفل فيهم كيفاش خرج انت اليوم من الجنب ويدير كذبت عليك انا في الدار عندنا كانوا تقريبا نص رجاويين نص وداديين يعني في الدار فاش كانوا كثار الجيران اللي ديك الساعه كيتحسبوا بحال العائله فهمتي كانوا عندنا تقريبا نص رجاوي ونص ودادي وكانوا واحد الدراري بحال الخوتي الكبار هذوك حسن ومحسن واحد فيهم توام واحد فيهم رجاوي وواحد ودادي هذاك الرجاوي هو اللي كان كيبغي يديني التيران الاخر ما كيبغيش فهمتي كيخاف من المسؤوليه ولا ما عرفتش كيفاش بزز يعني الا بغيت نمشي معاه خصني ندير معاه تسنا بار كونتر الاخر كيبغي يديني نتفرج في الراجه ولكن الحب للوداد جا فحال هكاك فهمتي جا ما نكذبش عليك زعما ما كاينش شي سبب في الاول كتسولني كتقول لي فالح راجعي ولا ودادي كنقول لك ودادي من بعد فاش بديت كنكبر شويه بديت كنفهم ديك الساعه الوداد ما كانوش مزيانين ماشي زعما كانوا كيدي ولا هادي باش غادي تبغي الوداد تشوفهم كيديو في الخط العام بطوله ولا شي حاجه ما كانوش كيديو اللي كدو على كنضل في البدايه ديال الالفينات الالفينات ديما الطلحه هذا هو هذا الراجل تبارك الله والو هذوك عاقل معاهم على على واحد الكوب دافريك و لا ماشي 2002 ديال الطلحه ديال الطلحه واحد ديال الطلحه هذيك الراديو فهمتي سمعتها في الراديو هذيك كاين داكشي ديال دابا بين سبور وهذا كان الراديو والكوب ديال طالون اخر واحد باش زعما باش ما تدوش بحال هكا راه كانوا لعابه مزيانين راه كانوا ولكن السير ديك الساعه كان كارثي وما كانوش الافاق ما كانوش طموحات هادشي اللي ما كانش ديك الساعه ديك الهيبه اللي كاينه دابا ديال الكره في المغرب ولا ديال الوداد كانوا كويريا تبارك الله كان يعني من بديتي من لا ديفونس حتى لاطاك كانوا دراري تبارك الله مصطفى اللويسي بن شريفه يعني البرا يعني كانوا دراري بزاف وكويريا شمشين ايت العاري يعني كانوا عمر بيرو طلع عبد الرحيم السعيدي يعني كانوا دراري اللي عندهم كره في رجليهم ولكن ما مشاتش معهم الحظ كان معاكسهم في ديك العقبه قلت لك هذه البدايه ديالي مع الوداد فهمتي شي حاجه عجبتني في الوداد ما عرفتش السنايا من بعد فاش قلت لك بديت كنكبر باقي عاقل على واحد الدوكيمونطير كان دار في دوزان على واحد التريبلات ديال الوداد اللي هما الشوكي ودريس بعد السلام تما نقدر نقول لك عرفت واحد السبب اللي خلاني نتعلق بهذه الفرقه بزاف حيت فاش كتسمع لي استوار ديال الثلاثه كيفاش لعبوا في هذيك البيريود ديال الاستعمار كيفاش في الجزائر كانت الوداد لعبه مع واحد الفرقه وما بغاوش يعلقوا الدرابو المغرب والمدرب هبطهم قال لهم انت غادي تعلق الدرابو عاد غادي تلعب الماتش وفعلا تعلق الدرابو المغرب وربحوا تمايا وقيله ب 4-3 اذا كان عاقلين فهمك هذا الدوكيمونطير تقدر تقول هو ولد الفرق فهمت يعني ولات واحد الحاجه واحد القصه اللي كتربطني بالوداد يعني ان الوداد ما كديش هذيك الساعه ولكن واحد النادي اللي عنده تاريخ وعنده استوار على الزدان كتفهم بان الوداد ما داش في الاول على قبل الكره كانت غير بحال تقول كاموفلاج باش مخبيين دوك المقاومين والمقاومين المغاربه ومن بعد موضة الاستقلال عاد ديك الساعة زعما غيبداو فعلا انهم يلعبوا على كرة وغينافسوا تما بديت كنعرف بديت كنبحث كتمشي للسيبات كتاخذ الزرع من الدار كتمشي تقلب شوية هادي ليستوار ديال الواك هادي صافي وبقى التعلق بحال هكاك بالوداد واخا زعما والدرب السلطان وهادشي كامل وهادشي ما كيمنعش ان فاش كانت الوداد كدي شي حاجة واخا ما كانش بزاف انا عاقل على كما قلت لك كوب دي ترون و 2001-2002 هذيك الوقيته كانوا كيخرجوا الدراري كبار ولا الدرب كيبان لك بنادم محتفل كيدوروا في الزناقي سنطروا لعيبات كيبقى داك الشيء كيبقى لاصق لك في الدماغ ديالك بطوله ديال 2006 ديال اللويسي سعيد سعيد قال لي سير سعيد راه كيف الكادر هذيك عاقل على شيء بزاف
بطولة اللي موراها شيء. انا هاد هاد لي تيرا اللي دات الوداد علاش كنجبدهم حيت ديك الوقت دري صغير مينور فاش كانت الوداد كدي شي حاجه كنحس بواحد بحال قلتي واحد واحد الطرف ديال الحريه تيتزاد كنبقى خارج في الترب الطريق كبار كيدوروا هادي الوداد اغاني لعيبات يعني بحال كتحس بواحد التحرر في هذاك الشيء حتى الدار ما كيقدروش يقول لك لا دخل تما كيفهموا عارفين عندي غير هذيك الوقيته فهمتي يعني مورا الى فتي الدرب راه غتاكل العصا باينه غتفوت الدرب غتاكل صرخه من عند باك وتدخل تنعس مرتاح كنتي بداك الماتش ديال لويسي لويسي لا ما حضرتش ما حضرتش ما كذبش ما حضرتش لا ما حضرتش ليه هذاك كنت فرص غير في الدار ولو عرسنا ان الماتش ما كانش تنقل ماشي مباشره ديريكت كان ساله كان ساله عاد نعاودو فهمتي كملات لابارتي كان معطل بميطه كان معطل بميطه انا كنت فرص في الدار بنادم رجع من تيران الوداد خاسره فهمتي وكيبان ليا راجعين ديال الدرب رجعوا كاين فهمت عاد قالوا لي راه سكين سكين وكنتسنى ذاك البيش كي غادي يكون يتسنى سعيد يبان لي في الكابر انا عارف بيت مارك ولكن بيت واعر صراحه بيت واعر ديال هشام وي شرح اليوم اخويا سعيد بانك راك كنت بعيد عليه لا ماشي هكا اول حاجه كما قال فالح الماتش ما ماتش كان واعر بعدا كانوا من الفراقي بجوج عندهم لعابه في اللي مستوى دوزنا واحد الماتش لي كبير سيرتو كنا رابحين في بروميير ميطا ودوزيام ميطا الوليد خاصه بيت باش دي الشامبيون راه ما ساهلش وديك الساعه اول مره تهزات 7 دقائق ولا ما عرفت شحال وضربوا لك في الدقيقه شفت الباساج هذو ديال اول مره شي 7 دقائق حتى راه كنت تهز وحده جوج كاع كانوا جوج قوال تبدلوا لكم حيت كان طاع عتبه طايح داك الشيء لا كان طاي عتبه ولكن في هذاك البيريود اخويا نبيل راه كان بنادم تيبقى ناعس كاع نص نهار تقدر تهز لك دقيقه جوج دقائق كاع فهمتيني بصراحه وتهزات ديك 7 دقائق وكانت واحد الحاجه مهمه بزاف هو ان انا عجبني بزاف كيفاش الرجاء لعب داك الماتش لان الرجاء كانوا لاعبين على والو كنا لاعبين على والو وديك الحرقه باش كانوا لاعبين الرجاء داك الماتش زوينه بزاف بالنسبه للكره راه تيبقى ديربي هذاك اخويا عرفتي هما لاعبين باش الولاد تيبقى لك ديربي الديربي تقدر تربح هذاك الديربي دوز عليك العام كامل مزيان واش فهمتيني واخا ما دي والو المهم خاص تربح الوداد ولا الرجاء تربح الوداد تفكر اخرى تقول لك انا راه الوداد معنيه بالماتش انا راه مي عطاو حلاوه لذاك الماتش وكانوا سميات ثقال هنا هنا كان المرحوم زكريا الله يرحمه ناطير جريندو حميد حسن داودي بياجور سعيد فتاح كوحة عتابة وكان في الوداد كتشوف البرازي كتشوف طلحة قوصو دوليو محيح في البونتوج كتشوف بزاف زروق جويعة زروق قال لك اللاعب مهرس بورجي بورجي تحية لبورجي والدربنا وزروق راه كان موعد في خبارك كان مهرس عنده واحد الشق في رجلي ودخل يلعب صح في ظرف هذاك الماتش علاش باش يلعب الديربي من الاول ولكن ما قدرش يكمل يا فين خرج مع شكون يدخل بلاصتو هذيك الساعه وداك الوقت اللعابه كانوا كيلعبوا مهرسين عادي كان تيبغي يلعب وسيرتو ود المدينه وداك الشيء في الوداد خاصو فهمتي خاصك تبان بزمنك تعيا الزروق يلاه طلع لعب عادي واحد السيمانه سلم عليك سلم عليه الخير تنشوفو ما كيمشي بزاف قليل بين مراكش وهنايا لقيت اللي غيبدا فريح الموفمون ديالو مع الجروب يعني غيبداو لي ديبلاسمون غيبدا داك التعلق بانك كل سيمانه خصك تكون في التيران كيفاش بدا هادشي يا معانا من سعيد قطع الشامبو هو كيف ما قلت لك ماتشات بالنسبه ليا كانوا واحد الحريه زايده فهمتي سواء اللي غير كتلعب مع الدراري ديال الدرب مثلا انا كنت مشيت لعبت ماتش في محطه ولا لعب شوف لا زونيز راه دات شي حاجه ديك الساعه فهمتي كتخرج من ديك الكونفورت زون ديالك والدار باغين لك فهمتي ماشي كيقول لك اسير كور اسير بدا زعما رجع مع قبل من الجروب اول ماتش اللي حضرت ليهم باقي عاقل كان منتخب 2004 الارجنتين هذيك وفاش
قبل من لارجنتين كانوا فاش وصلوا للفينال كانوا جابوهم لدونور تعاود المعادي فاش عقل على هذه اللقطه ويلي تكار كلشي تكب عندنا ديك الكار عليها الفوق وضربوا ديك الدوره هذيك تمشي حتى هي مع الدراري ولا الدرب كبار واش جابوه في كار ديك الساعه في كار عريان ولا لعيبه اللي كان اللي كان فيها الترابي و هذه الدراره ماشي كوب ضارب لا بانوا فيها برنامج اللي كان قدم ذهبي قدم ذهبي فينال ديالو كانوا داروا واحد الماتش ميكال بين الرجاء والوداد دير واخا ما جابوش زعما ليكيب هذا شي دراري قلال هذاك حتى هويا وكانوا شي ماتشات قبل زعما هادشي قبل من الجروب كنت كنمشي مع الدراري ولا الدرب كبار مني كنلصق فيهم صحه حيت لما داوكش هادوك ما غاتمشيش راسك الدار ديك الساعه فهمتي 13 14 عام ما غاديش يخليوك تمشي للتيران فهمتي كيبان لهم باقي كبير عليك الجروب تقريبا 2009 2009 غادي نتاضيره في الجروب من تما غادي تبدا دول من تما يام من 2009 تديتها مابقيتش طلق شعر 2009 كنظن ديك الوقيته ديال لا كوب داراب كانت كيبغي تلعب جوج ديال كوب داراب متابعين جوج فينالات متابعين كانوا مشاو موراها كانت البطوله في 2010 يمكن اول تيتر عشتيه مع الوداد في التيران هو 2010 زعما هاد اول تيتر وانا وين انا متابعين الجروب هو هذا هو 2010 ديال فاش ديتو هذا مشات لهم بطوله في الاخر وين مشات لك تواجيني عينو على عينو فوق اليوم حاقد عليا ويغيب لينا ويغيب وصاعد اش بدو لي كاع علاك مابقيتش نبقى نغيب دابا صافي ديبلاسيتي بزاف فاليح تقريبا من 2009 بداو لي ديبلاس حيت قبل كان حدي دونور هادي فهمتي الا مشيتي لدونور راه دار معاك الوالد والوالده مزيان اما تجبد لهم ديبلاسمو غنسى او ديبلاسمو اصعب حاجه تقدر صعيب هذيك الساعه حتى الوالدين الله يسمح لنا بالوالد كيفاش كيعيشوا ديك القضيه ديال ان ولدهم كيمشي لواحد المدينه وكيعرفوا شنو يقدر يوقع الله يستر حتى كانوا كيوقعوا شي ماتشات كيوقعوا فيهم فهمتي احداث ديال الشغب وهذا يعني غتفهم الوالدين فاش كيشوفوا داك الشيء في التلفازه وكيزيد داك الشيء كيتعطاه واحد القيمه كبيره فهمتي الشغب وهذه كيقول راه ولدي غيمشي راه غيطلع لي هو داكشي بحال هكا راه كانوا ديربيات دازو فهمتي ديال 2007 2008 يمكن ديال الكوب دي طالون فاش غيماركي بيدرو دانز بيوس هذاك تحضرت ليه مشيت مع واحد الدري ولد عمتي الله يرحمه عصام الله يرحمه مسكين كنمشي انا وياه التيران حتى هويا هذاك تقريبا اول ديربي غادي نحضر ليه يمكن هو هذاك ديال الكوب دي طالون كان ديربي واعر بزاف كان ديربي واعر ومن موراه كان ديك الساعه الديربي مابقاش كيتلعب في كازا مورا هذاك الماتش ولا كيتلعب في الرباط في الرباط الديربي اول مره في الرباط كان التيران كيتساد كانوا بزاف الحوايج كيطراو بصح كانوا شي حوايج كانوا كيحبسوا داك الشغف الجباهيري بصراحه هذاك الديربي من احسن الديربيات وكان تعلي فلان بزاف من بعد كان قرار ديال انه الديربي ما بقاش يتلعب تقريبا ما تلعبش الديربي في كازا في الرباط في الرباط كان اسمع شي شطيبي على اش فيهم بجوج هذوك ديال الرباط وديال هذا اللي جبد ديال البيضوط ولكن كان هذاك هذوك ديال الرباط كانت صادقه لهشام اخو كانت صادقه جويعه خالد سقات جويعه خالد سقات جويعه كان واحد القادوس تما كتبوم بك كتجي عنده كيضربك كجويعه واعره كان كيتسفيل في الدير جويعه جويعه من المهاجمين تحية خويا هشام جويع هشام الصراحة قلنا نشوفوا طريق القصة اللي عليها بيان سور مبازين هذه الحلقة هي القصة ديالك في قطر من الأول حتى الأخر لأول مرة يمكن تعاود هذه القصة نعرفوا السي طارق سير معاك أنا بلي ولينا خويا فالي كيفاش عاش معنا تشامبيونز ليغ حتى حنايا تا هو جبد لينا 2009 ونقز 10 وعاد كيعشي معنا خويا فالي اجواء ديال الشامبيونز ليغ راسنا ديال 2011 2010 كانوا دراري رقيقيه ماشي حيت زعما انت حاضر الله يحفظك كانوا دراري رقيقيه كيك عارف راسي رقيقي عارف اللي كاين اسمي لا كان شي واحد كينسيك في الاخر واحد كان كينسيك في الاخر يعني من الجول وانت غادي كان عندك المياه غادي في قدوس وبونو بونو طوب هذيك بونو بونو موراهم والديفونس حديش ولا حرج الميليو لاطاك ما كانش الزهار ولا ما عرفش شنو فهمتي اما زعما مقارنه ما خصوش من الدراري اللي داو 2017
و 2022 ما غاديش نقصوا منهم، ولكن انا كتبان لي هذيك الجينيراسيون ديال 2011 في السميات راه احسن. خلي ما 11 حق ديالها في صراحة، سميات كبار 2011 في صراحة ما باقي تجبدوها دابا اخويا. ولكن يعني كنظن في ديك القيشه ديال 2011 وديك الحقبه كانوا الفرق صعاب في الافريك، كان مازال شويه هضرتي عاوتاني على الترجي ولا الاهلي، راه هضرتي على فراقي ديال بصح اخويا انا. والترجي ديال ديك الساعه راه ماشي ديال دابا، الترجي راه شدوا راه قراوه كلها ابو عزيها المساكنيه الدراجي كانوا شنو هي الترجي تكون رابحه بجوج زيرو ورجع عليها وتعادل معاها وكنتي غتربحها. حتى الماتش الماتش اللي ما يتنساش ليا انا من غير ديال الترجي لجوج هو ديال الاهلي 3-3 ليه ترى ما يمكنش ديال بوتريكا وهذاك راه تشوفهم قدام كل حاجه ما يمكنش كلهم ولاو في الجزيره هذه الساعه والله الا كلشي محلل وانا باقي تنشوف فيهم باقي تنلعب والله دوماج والله مكان الزهر مكان الزهر والله مكان الزهر وما كانش الوقت بحال دابا عاوتاني كان بحال قلتي دابا الفيديغاسيون مكانش قوة كلشي فهمتي كانوا كلشي ولكن ما كانش بحال دابا كيما تنشوفوا هاكو كان بحال دابا راه اللاعب المخير في نيت بيع ب 4 مليار 5 في الدوري صح كاين تتشوف دوماج البوا ديال الكره في الافريك ديال المغرب في الافريك ما كانش نقطة مهمة قالها سعيد ديال الدور ديال الجامعة في هاد الوقيتة هادي حما الفرق المغربيه وحما يعني الدرابو ديال المغرب اكثر مع احتراماتنا يعني الناس اللي كانوا في التسيير سابقا ولكن هذه الحقبه كنقولوا على ان المغرب قوي في كرويا في هذه اللحظه هذه بصح بصح هذاك كان دابا بحال الفيديراسيون اللي كاينه دابا هذاك الماتش ديال 2011 كنا جبناه هنا راه وقعوا فيه بزاف ديال الحوايج باش تمشي للماتش انت يكون فرادس لاعب كونتر الترجي تيضربوا فيك باقي كاع ما دخلتي واحد هابط لويس وسط الماتش راه صعيب كانوا دايرين ما باغيين والحمد لله حتى الوداد في هذاك المشكل الاخراني نعاودوا نرجعوا ليه ديال اللي ما كملوش الماتش راكم ما كملوش الوداد الماتش كون ما كملوش الماتش غيبقى نفس هذاك كون كملوا الماتش لا فين ما كون كملوه غيبقاو ديما الترجي ما تربحهم الشماك راه تماك راه شي عاقبوا هذاك اللي كان في عند في الكاف هذيك الساعه وقفوه ولاو تيهضروا دابا تبدلوا القوانين بزاف ديال الحوايج بزاف واش نقول لك هذاك الماتش هو عطى واحد صافي عراو ماشي المنظومه الفاسده اللي كانت ديك الساعه بصح قبل ما نمشيو للقصه ديال قطر طارق الطرائف ديال لي ديبلاسمون انت كنت كديبلاسا واللعيبات هذيك الساعه ما صدقتوش الساعه ما صدقتوش خليجوني في المطار خلوني مع الباكاج نتسنى انا جاي احنا جاي غمصوان نوريكم السيرة سعيدة صاحبي مرة الجزائر اخويا سير لا انا باقي عاقل على واحد ديبلاسمون المهم مراكش كليت في واحد الصلغه يا خويا هادي دابا غادي مع دابا راك عارف زعما اسمح لي يا طارق زعما نكون بوليسي وتما بنادم ديال الصداع لا ماشي بوليس انت واقف ماشي بوليس صلخه كبار ماشي بوليس ماشي بوليس خذ العصا زوين العصا ماشي بوليس ماشي بوليس دابا كيما قال لك فاله كي نوض واحد احداث الشهر حنا في مراكش داخل الحارتي وفرحان انايا وغادي مع الدراري صحابي تحيه مراكش معاهم كتلعبوا مهم اخويا الماتش تعادل مع تونس مراكش ماركت مراكش ماركت الجمهور ما بقيت لعبه مراكش تحيه للجمهور ديال الكوكب فرحان طا 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 حنا مكمدين مريحين داير بحال هكا واحد الوقيته صاحبونا اللي كضرب لي في لعيبه كتبومبا ماركت تعادل ما نكذبش عليك عرفتي الحيوطه ديال التيران كيتشيروا عندنا بدك الحجر انا اول مره اول ديبلاسمون ديال عاد ما نكذبش عليك تخلعت خرجنا ما بغيتش تقول لي لا ماتش واسمع خارج لا خاصني نعرف لا ماتش وخارج انا خارج بامان الوداد لا ما دابا انا خارج دابا انا خارج من تيران معايا دراري ولاد بسلطة صحابي تبارك الله عرفتي داش يعني انا قلت صافي غادي مع الدراري ما يقيسني حتى واحد باقي صغير والله انت كنت كبير فيهم كيفاش اه انت راك شفتي الدراري اللي غادي معايا راكم راه خفتهم دابا نقول سميتهم يسلخوني في الدرب حيت داروا عرفتي شنو هو قال لي يلا زيد دايريني وسط واحد لقيته ويبان لك واحد الهجوم كنقول انا غادي بالدراري بشويه عرفتي ماني ضرت لقيتها البرد بوحدي وما عارفش الزنقه وانا ندخل لواحد الزنقه ما كتخرجش راه حبوبي ولكن باش انا على الاقل عندي واحد شويه واحد النسبه واش من تما وانت كتعاني نفسيا لا واحد نسبه الذكاء مع جا مرمقني الاول وانا نهضر بالليبي عرفتي بحال فورماطاني قلت والله اخوك مش من هنا يعني ليبي وهذا وهذا وليبي باش كدير معاهم وهذه
قلت له ما نفهمش هاني شنو تقول. بديت كنهضر مع بليبي ويقول لي وانت عارف. قلت له انا راه جاي من الدار. قول انا مقصر انا في مراكش. قول انا ويقول لي مسكين ويقول لي اجي نخرجك اجي نخرجك. قلت لي فين؟ قلت لي بغيت الطريق ديال المحطه. خرجني من تما ما بقيتش ديبلاسيت لواحد المده ديال عام. باقا ديك الخلعه فهمتي او هاد الهديه ديت ويا قوم بالمسمى شوف تمرمقه ما فتاش صراحه. انا كان لي مرمقه يدو كبيره سمنه كبيره الجبالي. شنو اكثر حاجه تفكر في ديبلاسمون شي حاجه وقعت لك بزاف صراحه بس زعما تقول حاجه وحده هو صراحة كيبقى عندي واحد ديبلاسمو. أول مرة غادي ديبلاس هذيك الساعة باقي ما في جروب ما حتى شي حاجة باقي صغير. مشيت أنا واحد الدري ولد الدرب أيوب باغي يعرف دابا راس راه خدام في قريعة الله يسهل عليه تحية ليه. الديبلاسمو كنا غنمشيو مع واحد الدري كبر منا حنا ديك الساعة باقي كنقراو في كوليج يعني فهمتي 14 15 عام مينور ما غاتمشيش في اللاعبين. لاعبين في خميسات كنا كانت شي مدينة زعما اللي غاتمشي غتسالى ولكن باغي نعيشو ديك التجربه ديال ديبلاسمون. هذاك الدراري ولا الدار بغي يمشيو في طوموبيل كبار صافي غادي يمشيو معاهم الصباح موجدين غنفيقوا بكري اللعيبات هادي بعدا كتفيق ديك الساعه ما كيفيقوا كل الدار لا حتى شي حاجه تبان الراس واحد الفيقه سبحان الله رباني كيوم معاك تفيق المدرسه ما تبغيش كيف كتكون غادي من ديبلاسي كتفيق فايق بكري هادي وما كيلاش للدار. قلت غير الواليد حتى لذاك الصباح فين غادي. قلت له راه غنمشي للخميسات ما من مع الدراري ولا الدرب كبار هادي. وقلت لي باك راه ما غيبغيش الواليد باقي ناعس ديك الساعه. قلت له خليني بقيت كنطلب فيها مسكينه خلاتني. الدراري ولا الدرب ما غيمشيوش هذوك المولين الطوموبيل اللي معولين عليهم بقاوش غادي انا لاو. قلت للدراري اش غنديروا في هذا الفيلم هذا؟ قال لي يلا مشيو للمحطه. ودي راه كنديروا ليها الماء. قال لي لا يلا انا عندي ديك الساعه ماتشي 30 درهم ولا 40 درهم. قال لي غير يلا نشوفوا كي نديروا ليها. كنا مشينا ديك الساعه فهمتي كيران ديك الساعه ما كاين لا ترافيكات لا والو. مشينا كنشوفوا ديك الاجواء فهمتي بنادم كبر منا مولف لي ديبلاسمون هادي كيعرفوا بعضياتهم حنا غير كنتفرجوا فيهم فهمتي حنا هما البالك هذيك الساعه في ديك الكليكه هادي زعما ما تنساش مغامره عرفتي شنو حيت ما كتعرف حتى شي واحد ماشي فحال من بعد فهمتي فاش كتدخل للجروب كتولي تعرف الناس وهادي فهمتي كيولي يجيك داكشي ساهل. هادي ديك القايشه فهمتي غير انا والدري غاديين وخرجات مشيت وصلتو داز بخير فهمتي كاين واحد خبز محطه كبير بزدراهم والبيض المسلوق وداكشي داك التيران ديال الخميسات اون فاس مع الشمس هوايا لا اله الا الله. ايوا نشكرو انت اول ديبلاسمون ديالك امولاي. انا راه ديبلاسمون حاضر معايا المخرج ها والله اشرف تحيه لاشرف في اكادير عقلتها اشرف وشبعونا انا كليت مسم من هذا راك انت مسال الماتش مشينا وكانت الشير ديال الحجر واللعيبات وهربنا من الحجر المهم هربنا من كارثه. شكون اللي كان لاعب؟ كانت لعبه حسيت اكادير مامن في الحارجي كانوا لاعبين في الملعب الكبير وسالي صافي تصوفينا مشينا سيدي كلينا انا قلت لهم الدري غنرجع للدار وكان عندنا شي سته جوج مشاو معايا للدار مشيت للطواليط وغادي تبعوهم ما حنايا مشينا تعطلنا عليهم باش تبعناهم تابعينهم دايرين واحد الزنقه كيبان لي هو المخرج راجع مشيت فولي كيقول لي تما كيقول لي راه شي وحدين شويه كيبان لي وحدين شي 10 ولا شي 10 ولا 15 كلشي خارج بالسيوفه وبالزراوط باغي نرحبوا بكم انا نرحبوا بكم هما مالهم شدوا واحد مع هذا تحيه ليه شدوا المهم دريبي كانت لعيبات غربلوه انا مالي لابس الصنداله ديال الميكا واو المخرج هو حدايا شافو مدايرين ويعلق ويتبان لي ديك صندات الميكا باقي باش وصلوا لي شي 5 متر ولا 6 متر. بديت كنفكر فكرت ديك الساعه وانا ندير ديك صندات الميكا درت هنا وحده هنا وحده هنا وزدت تسمع عويطه واحد الوقيته كدور كتلقى زنقه ما كتخرجش كي غدير غيشدك تما شويه كدوز من عندهم عاوتاني داك واحد الديربي وغادي نمشيو للرباط ودايرين معاهم زعما وداك الشيء داير اصلا دايرين معاهم عندهم الطوموبيل دايرين معاهم عند الميكانيسيان والله غادي الله اصلا الطوموبيل خاسره من الاول والله العظيم باينه ديك الخرجه كي غدير واحد 120 سيت ولا ما عرفتش شنو كنتو لاعبين في الدير اللي ربحتو فيه ديال الرباط جوج زير باش ماركه بالاك انت فيك تمريح؟
ما ريحتش في الطريق وقفت لينا في الطريق وبقينا غادي كدفعوا. المهم والله كان صراحه تحيه للمخرج الفورمه ديالو معاونه هذا لا المخرج والو صراحه لي دي بلاص مو زعما بالخيب بالزوين ديالهم كيبقاو هما الذكريات هما اللي كيبقاو زعما في الدماغ ديال بنادم فهمتي اكثر من الماتشات اللي كيتلعبوا في كازا. بصح بصح واعره شي حوايج دائما. سعيد سعيد اول دي بلاسمو اول دي بلاسمو هو نهار دخلوا عندنا كثير مزيانه ياكلوا احنا مسمن ما تاكلش امسي من خديجه بصراحه امسي من القي ديال خديجه اوكي راه عنده الزان سعيد جات ولا لا ولكن تعزيز عليهم واخا والله الا تعزيز واخا تخلي نتخلط ولكن كان ولاد الدرب فهمتي ولاد المدينه اقصاريه كان تحيه لياسين الكعلة واخا غادي نمشيو لقصه قطر كنظن ملحبه كرويه المنتخب اللي حقق من خلالها انجاز تاريخي صعيب يتكرر كنتمنوا احنا نكرروا ولكن صعيب صعيب جدا يتكرر ان راك كتشوف المغرب وصل دومي فينا غيلعب مع فرنسا ما عرفتش واش بلاي هذا ولا شناهي فيفا صعيب ما كان تيحلم دابا الله حرام كان النص غيتصطف المغرب تصطف الاخر غيتفرج فينا ولا بحال حتى هو غيتصطف الله يرحم الشعب كانوا غيساليونا في سيمانا غنساليو وحق الله غنوليو نضرو حنا على شي 1000 ولا 2000 ديما نكون دينا نكون داروه على الجمال عسل فوق المات يا هو يبقى فوق قلت مكرو ديما خلاص تصدق مرة في 50 عام ما نكذبوش على راس قطر كلشي كيعرف شنو وقع في قطر ولكن شنو وقع مع عبد الله فليح في قطر هادشي اللي خرج منه بزاف ديال لي زيستوار بزاف بزاف ديال بزاف كاين اللي قال فليح كانت كولابوراسيون مع الجامعة كاين اللي قال لا راه ديك الساعة سعيد النصيري هو اللي مول هاد الرحلة كاين اللي مشى بعيد قال له مرض كراكي ولا عيط له قال له شي دير النية كراكي عيط الرحيم والله إلا كاين اللي قال له مرض كراكي ولا عيط له ديك الساعه اصلا زعما كانت علاقه وبيان سور كانت واحد كانت واحد البوليميك كبيره حيت كانوا مشاو ثلاثه لعابه من الوداد وما مشاوش لعابه اخرين وهادي زاد تكملاش هذيك الساعه زاد حتى الرابع ماضي كان تكناوتي وجبران هادو وعطيت لوزتي انت شنو القصه الحقيقيه فليح قطر خويا نبيل جات غير صدفه رايح في الدار عيط لي واحد الدري صاحبي مشاو لقطر دي فين غنمشيو قطر المونديال بدا الناس راه اللي مشمسه اللي وجد ما معولش انت معول على حتى شي حاجه صراحه ما عنديش هذيك الفكره في دماغي علاش حيت الا تكافيتي غير مع لي ديبلاسمون مع الوداد في الشامبيونز ليغ تقول حتى شي واحد عاد غتزيد قطر المصاريف اخرى وهذه ما يمكنش. المهم داك الدري قال لي زعما زعمني الصراحه قال لي شوف انا غادي نتكلف لك بالبي ديال الطياره وتما رايح الله فهمتي فين غنسكنوا الاوراق هذه ديك الساعه غنشوفهم لي صافي نتوكلوا على الله الغد ليه كندوي هنا وياه قال لي راه ليبي غاليين حيت غادي لي صافي انت مابقيتيش غادي انا صافي الفكره ديك الساعه دخلت دماغي خصني نمشي ديت كنقلب كنسول هادي قال لي راه خصك تصايب واحد لاكارت هايا خصها ورقه التيران خصها هادي ديت كنقلب على ورقه قلت غنمشي مرحله بمرحله نشوف هذيك هايا ونشوفوا لي تيستاد راه غادي نمشي ما تيستاش ضايع في حالاتي صايط الله المهم الوريقه سطين عيط واحد السيد كنعرف ودادي كان تما ديك الساعه لقى لي ورقه ديال الماتش ديال كرواتيا صافي من هنا بديت كنصيف في هذيك هايا دخلت الورقه فاليدي هادي لوز مورك عارف تصيف شي باش تفرجت في الماتش ديال كرواتيا هنايا كانت باقا ما خرجاتش تفرجت في ماتش ديال كرواتيا باقي عاقل كان مع الوحده تفرجت أيه. مع الدراري في قهوه في العشيه خرجات خرجات هايا غندوزو دابا المرحله ديال الطياره بدات كتبان قاطعه بدات كتقرب صافي مشيت كنسول في الارام كان ديك الساعه واحد لوفر ديال الجامعه ديال 5000 درهم وهادي كنسول قال لي ما كاينش كاين غير الالي
تاخذ الالي ب 5000 درهم ايوا شو هذا ندير فيها انا بزمل قايس كنقلب كنقلب بعد عيط لهذاك الدري مول الفكره واحد 3000 درهم مع 3500 درهم جمع الفكره سهم معنا صافي وشي بركه كانت عندي المهم شي سنه الامور خديت البي ديال الطياره ديك الساعه تسلفت واحد البركه ديال الفلوس عند واحد الدري صاحبي تا هويا الجمعه خديت الطياره السبت غنمشي وكان الماتش الثاني ديال بلجيكا نهار الحد الحد صافي الجمعه خديت الطياره بديت كنوجد بقى عندي داك السبت بديت كنوجد تلاقيت انا واحد الدري تا هو غادي ويدا هادي كنعرفو هادي المهم باش نقادو الامور غنمشي وغنتفرجو في الماتشات بلجيكا وكندا وبيناتهم غنديرو عمره كان ديك الساعه واحد كان واحد البلان ديري الا عندك ديك البطاقه ديال هيا كتخلصها واحد واحد حاجه رمزيه رمزيه باش كتاخذ فيزا للسعوديه قلت فهمتي فرصه زعما نمشي نديرو فيها عمره هو النيه هنا شنو تمشي لقطر واش تفرج في المنتخب ولا غادي بديك النيه ديال تمشي تما تنظم جمهور ودير كابو تما لا ما كاينش هادشي انا غادي غير باش نتفرج فهمتي بحال بحال المغاربه كاملين هذه هي الفكره اللي عندي انا بالعكس قبل المونديال زعما قبل ما يدو معايا الدري قبل ما تكون عندي الفكره انني نمشي كنت شفت واحد الفيديوهات تلاحوا في فيسبوك ديال واحد الدراري تما عايشين في قطر مغاربه كانوا داروا واحد بحال جروب وجدوا اغاني وهذه وكيديروا ريبيتيسيون في واحد لاصال صراحه عجبني الحال فهمتي علاش نرجع معاك ديك النقطه ديال ان المنتخب ما كانش عنده جمهور اللي كيشجع وهذه كيمشي بنادم وكيما كيشجعش فرحت قلت الحمد لله بعد هاد الكومبيتيسيون غيكون عندنا هما الدراري كي بانوا لي تقريبا واحد 150 ولا شي ديال البشر وداك الشيء عندهم منظم فهمتي يعني وجدوا واحد خمسه ديال الاغاني ولا سته الدراري كيضربوا الطبوله هادي قلت صافي راه غيديروا الفرقه شكون اللمسه ديال كانوا كيديروا ديك لي بروفا كانوا كيلوحوا الفيديوهات ديالهم كيبان لك الحماس وداك الشيء يعني داك الشيء منظم قلت غنمشي غنتخشى وسطهم فهمتي زعما الا ريحت معاهم راه المهم راه كاين زعما اللي غيقضي الغرض انا ما عنديش هذيك الفكره ديال انني غادي نكون كابو تما ولا هذا وبين دوك جوج ماتشات كنا غادي نمشيو للعمره كانت عندنا تقريبا 3 ايام ديال الماتش ديال بلجيكا وكندا ما كناش غنريحو كاع في الدوحه كنا غنمشيو فيها للعمره انا والدري نمشيو نتفرجوا في الماتش ديال كندا وكنت كنقول زعما لا داروا المنتخب شي حاجه بحال كاع المغاربه غيدوزوا للدوزيام شوط فهمتي هذا هو الماكس وي صافي مشينا الخدمه كي درتي معاهم عرفت الخدمه هذيك قصه اخرى كانت عندي ديك الساعه كان لخرت العام بقى عندي تقريبا شي 6 ايام في الكونجي ولا يعني لاصقه غتمشي تفرج في ماتش ديال بلجيكا كندا تجي في حالاتك وفي لخرت العام كيكونوا شويه صعاب لي كونجي باش تاخذ يعني بالطلايب وبالغيب هادي وتفهموا وزعما اللي زاد شجعهم كثر انني كشكت لهم راه كاينه عمره وهادي فهمتي يعني ما عكسوش ليا الصراحه صافي الاستوار غتبدا مور ما داز المنتخب هذيك هذيك الساعه حدرت معاهم 6 ايام كنا غادي على 6 ايام ديجا هي اللي كانت في الكونجي مع الاخر العام هذاك الشيء اللي كان باقي عندي حنا غادي على 6 ايام ولينا في شهر كي غادي دير لها مشينا الماتش الاول كنا مشينا السبت بالليل صبحنا تما في قطر صافي مشينا عند واحد الناس كنعرفهم كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر حيت ضايفونا الصراحه ما حسيناش براسنا كاع مغاربه كانوا في قطر وكان حنا كنا في المغرب كتفيق في الصباح كتفطر باشاي زويته هذه واحد لومبيونس ديال العائله صادفوكم صادفونا الصراحه هذيك البيريود كامله انا والدري صاحبي فهمتي وكانوا حتى شي دراري كيجيو كيدوزوا معنا النهار وهذه يعني هزونا فوق راسهم كيف ما كنقولوا سيرتو الماكله شويه غاليه في قطر واحد النهار تغدينا الله يسمح لي بغينا زعما نتهلاو في راسنا كان معنا حمزه برزوق تحيه لبرزوق كنا نتهلاو في راسنا اليوم ما كاينش داك الشيء نحطوا البشوات واللعيبات راه خلصنا شي ميروز عرفتي شكون عرفتي شكون يبلانا بهذا الشيء مولاي عالي زعما شم الريحه و ابارتي ديال الماكله وهادي غير باش تسكن تما في قطر راك عارف الليله تقريبا كانت كطيح بواحد 2000 درهم ولا شنو هي فهذوك المساكن اللي كانوا دايرين الفيف والناس زعما رايحنا معاهم في الدار وكل شيء فهمتي الحمد لله تحيه لهم كاع المغاربه اللي كيتهلاو في خوش المغاربه وكيستقبلوهم زعما الزرع تحيه لهاد الناس صافي تفرجنا قلت لك مشينا لحد صبحنا تما مشينا للدار عند الناس حطينا حوايجنا لعيبات خرجنا مشينا للتيره صافي داخل التيران ما كاينه حتى شي حاجه زعما ديك الفكره ديال غنطلع كابولا هذه ما كايناش دخلت بدا كانت عندي الورقه
واحد القنص ما ما داش حيتش فيه مولف زين ديك الاجواء ديال فهمتي في اي بي وكذا ما ماشي شي في اي بي ولكن هذوك الثلاثه ديال قطر اصلا كله في اي بي داك واحد الباب في اي بي ترى الطواليت في اي بي فالكليما هذاك التيران ديال التمام راه حضرتي انا كاين كاين ليطاج التحتاني اللي قريب للتيران الكازو زعما وكاين ليطاج اللي فوق منه وبيناتهم كاين واحد البلاصه فيها غير شي خمسه صفوفه ولا سته دخلت لقيت راسي تمايا كندير ها كيبان لي ما مسلكنيش شي طيح تقلال بهذيك اللعيبه عرفت هذيك الوسط مولفين الفراج هنايا بزاف بالبالغ هي هذيك بقيت كن بقيت مريح تما واحد السويه قرب الماتش قلت غنقلب كيفاش نهبط بعدا لتحت فهمتي قرب شويه الكاز هوت لتحت صافي الماتش غيبدا طلعوا كيديروا واحد الانيماسيون هادي ديال الدرابو ديال الفراقي اللي غيلعبوا داك الشيء كنتفرج هادي تليفون كنصور بدا الماتش داز شي 5 دقائق كنتسنى دوك الدراري اللي كنت كنشوف فيديوهات ديالهم كنتسناهم غيديروا شي لقطه قال لي والو قضيه ساقله بنادم كثير بزاف بزاف ولكن ما كاين حتى شي حاجه المهم درتها لقيت واحد الدري كان اسمح لي كان حتى وكانوا انتقادات كثيره توجهوا في الماتش ديال الكرواتي الاولاني وكثير كنظن كنت سمعتي عليها لان الجمهور ما كانش بداك الضغط اللي كنا كنتسناو الجمهور كان بارد شويه كان كيقول لك ما يمكنش التيران كامل داير بالمغاربه والطرابو ديال المغرب ولكن القضيه ساقطه وكنا كنتسناو حتى حنا وسيرتو انا طارق تما كنا في تواصل مع هاد الناس اللي كانوا منظمين الجمهور اللي خرجوا ديالك وداك الشيء كنا كنتسناو انه غتكون واحد ما كانش هما بحال دور كبر عليهم الماتش يعني ذوك البروفات اللي داروا هذا في تيران في قاعه مغطاش ماشي بحال نهار الماتش فهمتيني نهار الماتش والماتش ملعوب بنادم باغي يتفرج سيرتو زعما الجمهور ديال المنتخب ماشي بحال ديال الفراقي كتلقى الشباب وهادي يعني بنادم مولف هذيك الاجواء ما كتحتاج تقول ليه دير هادي ولا هو عارف راسو غيدخل تيران باش يشجع باش الجمهور ديال المنتخب بشكل اخر كتلقى زعما كاع الازيال كاينين رجاله كبار فهمتي واحد قد باك واحد قد جدك عيالات دراري صغار يعني بنادم ما مولفش هذاك الشيء كنظن انا كبد عليهم الماتش ويمكن عاوتاني حيت بنادم ما مدوش هذاك الشيء مع الجمهور ديال الفراقي فهمتي غير طوعوا من راسهم دونك ما غاديش يميتريزي مزيان هذاك الشيء داز تقريبا ماشي 5 دقائق ولا 10 في الماتش كنتسنى ما كاين والو درت لقيت واحد الدري كنعرفو فين بخير هذه قلت لي القضيه لابده قال لي اش بان لك قلت لي خصنا شي طبل بعدا شي لعيبه فحال هكا كنقلبوا ما كاين والو صافي زعمت كيبان لي كاين بنادم بزاف ولكن زعمت درتها في يد الله صافي بنادم تجاوب معايا الصراحه دوزنا ديك الميطه الاولى داز مزيان هذه باش بديتي اليوم بعدا بديتي راه ما ساهلاش بنادم ما تيعرفكش فهمتيني وتمشي ما بالك الريتم ويولي معاك راه صعيبه صعيبه مثلا في ماتشات ديال الوداد راك حافظ اغاني ديال الوداد جمهور تيجاوب معاك يعني عارف شنو غادي دير داخل عارف راسك وعارف كاين هذيك 60000 كلها غتمشي معاها منتخب ما حتى شنو غتقول ما فهمتش ما عرفتش شنو غادي تقول صافي بقات مغامره كبيره كانوا الجاليه بزاف اللي عايشين برا كانوا جاو الناس بزاف من فرنسا من اوروب كامل الخليج من بزاف شوف كانوا الناس زعما من كاع البلايص كاين اللي طلع من المغرب كاين اللي عايش تما كاين اللي جا من الامارات السعوديه الاوروب ميريكان يعني كلشي كان تما كيفاش قدرتي تشحن هاد الناس في الاول راه هذا هو السؤال اللي بغيت نقول راه ما ساهلش راه صعيب في الاول الصراحه بديت لهم زعما باسهل حاجه غادي نعرف ندير هي ديك وسير سيرش مارك فهمتي يعني دغيا كيشد بنادم سهله ماشي بحال سهله ماشي بحال اغنيه خصك تحفظها ليه صافي شدوها وتصفار كتكون كره عند لادفيرسير كيصفر معاك بنادم يعني بنادم فاش كيشوفك راك غادي مع داك الشيء اللي طاري في الكازو يعني شنو كاين في احداث ديال الماتش راه كيمشي معاك بصح هو مهم يمكن بلجيكا شاد الكره وانت غتبغي دير شي حاجه فهمتي غتبغي تغني ولا يقولوا دا مسطي ما كيشوفش في الماتش نوضا مهم هذه بصح داز بريم ميطا مزيان دوزيام ميطا هاد الدراري ديال اللي كانوا اللي دوينا عليهم اللي كانوا كيديروا فيديوهات كانوا جامعين الناس ومريحين في واحد القنت واحد اخر ماشي ورا بوطو ماشي فيراج كيف ما كنقول بداو كيجيو شي دراري من عندهم جاو تمايا حيت بانت لهم شي حاجه كاينه مبدله راه كاين شي واحد كيدير لانيماسيون داكشي جاو لقيت شي دراري وداديين عايشين تمايا قالوا لي راه عندهم طابوله هادي
تمسيو جيبوا لنا طبل او واحد بعدا ديروا شي حاجه حنا صامكين هنا ما بغاوش هذاك الشيء كيبقى ديالهم صافي دوزيام ميطا تمارك البيش ما نعاودش ليك صافي التيران كامل اللي قلتي عليه كيمشي معاك فيها فهمتي زادوا يعني داك الشيء اللي ساهل اللي عارفه بنادم فهمتي الموجه شي لعيبات اللي ساهلين فحال هكا اللي دغيا كيمشي معاهم بنادم سهل حتى بنادم خصو حتى هو يثق فيك حتى هو يحس براسو بانه داخل في داك الشيء اللي كدير بيان سي ولا وخصك كما قلت لك تكون متبع الماتش نوطا ريفي ما يمكنش الماتش في جهه وانت في جهه يقولوا دابا غيخرج علينا فهمتي اما ملي كتبان لهم راك غادي مع الماتش شي كوفرا كورنير كتقول لهم ديك الشبكه شي لعيبه بحال هكا يعني انت غادي فهاد الشيء كنت كدورك ديما مغرب حتى هي حافظينها حتى هي كتجي كانوا شي لعيبات اللي بساط فهمتي يعني بشويه بشويه الحمد لله شي استدارت الامور ربحنا في هذاك الماتش مول الماتش هي فين غتبدا الهضره فهمتي بنادم شاف التصاور شاف فيديوهات هادي فهمتي كلشي كيدوي فاليح دار هادي 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 صافي بقات غاده بحال هكاك مشينا سال الماتش غنمشيو نديرو العمره رجعنا الماتش ديال كندا تفرجنا في كندا عاوتاني صافي ديك الساعه هي فين غتبدا الاسطوار ديال بالباله تفرجنا في كندا المنتخب داز الكونجي سالا رجع عند الدري صاحبي اش بان لك قال لي اللي بغيتي بغيتي نبقى ولا نبقى بغيتي نمشي ولا قلت لي نشوف عاود تعيط للناس هنايا في الخدمه هادي كنشكرهم من هاد المنبر تفاهموا داك الشيء فهمتي زادوني واحد السيام واحد اخرى فهمتي دووا معايا زعما زوين قالوا لي هادشي اللي كدير فيه انت زعما البلاد وهذا حنا حتى حنا ما غادي نيسروا معاك الامور انتما شافوا داك الشيء كيفاش شافوا الاجواء عطوني من الكونسي ديال العام اللي يلاه غادي يدخل ديال 2020 وليتي خدام 3 ايام خديت كونجي من العام بقى كاع ما دخل المهم داروا معايا مساكن هاد التسهيلات هادو بقينا انا والدري صاحبي تمايا دوك العائله تما يقولوا لي مرحبا طريح معنا شهر شهرين ما كاينش المشكل فحال مريح في داركم صافي بدات جا الماتش ديال صبنيا من اهم الماتشات اللي كانوا في الموضوع داك الشيء ديال تيكياج وروينا ترك حضرتي خلي داك الراكد كان واحد الجانب مظلم في زعما الصراحه كانوا شوف حنا الصراحه كنا حاضرين تمايا شفنا داك الشيء كانت اسهل حاجه هي الدو على داك الشيء هذيك الوقيته فهمتي ولكن بحكم ان حيت الحلاوه ديال هذا المونديال كان هو المغرب التنظيم كان سي عبد اللطيف حموشي فهمتي في الامن منتخب دار واحد الانجاز فهمتيني دسي في واحد الجروب اللي حتى واحد ما كان كيتسنى راه بلجيكا كرواتيا فهمتي وحدين كانوا فيناليست الاخرين تروازيام بلاس اللي ما كنتيش غدوز معاهم كان صعيب دسي صبانيا حتى هما يقصيتيهم يعني داك الشيء كان غادي زوين فهمتي الجمهور حتى هو كان عنده واحد الدور يعني ما كنتيش ما خصش تجبد دوك السلبيات في هذيك الوقيته بالضبط فهمتي دونك بقى حنا كنا تما كنتي دائما كتقول غنتسناو يسالي هذا الشيء تسناو سالي زعما النقطه الوحيده اللي كانت خايبه في هذا الشيء كامل هو هاد القضيه ديال اللي تيكي فهمتي يعني الجامعه راه في راسهم يعني الدور ديالها راه داتو كيبقى ديك الساعه الناس اللي كانوا مكلفين بهذا الشيء بلا ما داكشي راه عند القضاء داكشي راه عند القضاء هذاك راه كيبقى داك الشيء ديالهم زعما فهمتي يعني هذه هي النقطه الوحيده اللي كانت ما زوينات بصح صافي جا الماتش ديال صبانيا ديك الساعه عندنا معاهم حساب ولكن واحد النقطه فعلا حيت حنايا كنا اون فاس معاك واحد الوقيته وكنا كنشوف انا بغيت نعرف القصه ديال كيفاش دبرتي على الطبل فاش حيت في الاول كنتو بلا طبوله ولكن من وراء بنتو لينا فهمتي بدات الانيماسيون كتكبر بدا الجمهور كيتاثر ديالهم شي ناقه ديال الشد طبوله الماتش ديال كندا الدراري اللي دوينا عليهم اللي كانوا مجموعين تمايا كانوا جاو دخلوا رايحوا في فراز اللي كان رايحوا فيه حنا دونك الماتش ديال كندا كانوا طبوله بزاف ولكن كان داك الشيء ما فهمتي كل واحد باغي اورغانيزيش الماتش ديال صبنيا كانوا ديك الساعه الدراري طلعوا من المغرب فهمتي جاوا شي دراري اخرين كنعرفهم جابوا معاهم طبل وكان عندنا طبل تما ديك الساعه ديال واحد الدراري ديال قطر دونك فهمتي بدا كتجمع شويه كتقاد فهمتي جا واحد الدري نيت كيضرب طبل كان معانا وهادي
صافي تما فهمتي بدا داك الشيء كي بدا كيتنظم. مشيتوم اورغانيزين اكثر الماتش ديال اسبانيا صراحه بدات كتنظم القضيه بديت عارف راسك واش غدير حتى داك الجمهور حتى هو راه عرف راه ما غيدخلش غير باش يتفرج وغيسالي الماتش غيمشي فحال هكا يعني والله عارف راه غيكون واحد الدري غيقول لنا نديروا هادي نديروها بنادم ولا كيجيب معاه الصفارات فهمتي يعني بنادم فهم وانا عاقل بان كلشي بيان سور كان كيمشي كيجلس حسب الورقه فين عنده فين يجلس وكلشي كان كيحاول كيفاش يسلش باش يمشي للفيراج مورا بوطو والبلاصه فيك انت حنا طرات لينا في الماتش ديال اسبانيا كانوا عندنا الوراق ديال ليطاج الفوقاني هذاك التيران اللي قبل ديال التمامه لعبنا فيه الماتشات الاخرين ديال الجروب ساهل كيفاش هبط من ليطاج الفوقاني ليطاج اللي لتحت اسبانيا حيت كتجي ما عرفتش الورقه فهمتي ما عرفتش فين غتكون حنا هذوك التيران جداد عليه دخلنا كنلقاو راسنا الفوق ايوا كي غديت هبط لتحت خصك تضرب واحد الدوره طرات لي مع برزوق كان الفوق هو وانا لتحت وكيقول لي انا راجي عندك هو راه كيجي عندي كيقول لي انا فرص كيقول لي انا حمزه وسلت كيقول لي انا مورا بوطو كيقول وفي الاخر ولا نديرها ولا نلقاها الفوق حمزه سلت عليه الوالدين وباش تهبط خصك تضرب واحد الدوره ياك وتخرج من التيران وعاود تدخل من تحت الله يحملك الوالدين خصك تخرج من التيران كان صغير دونك فسول الناس قالوا لنا غتخرج غتخرج ورا لي ورا ديك التورنيك التورنيك غتخرج من ورا قال لنا واحد الدري تما تونسي يمكن سولناه قال لنا لا خرجتو ما تعاودوش لي تيكي ديالكم راه مشاو ايوا كي غنديروا ليها قلنا ليها انت شوف كي دير وهذه راه ضروري خصنا نهبطوا لتحت والناس مورا بوطو في داك الفيراج كيتسناوكم تجيو ودابا شنو طرا لنا النص داخل تحت والنص الفوق وهذاك النص اللي الفوق هما اللي كانوا كثار حنا اللي عندنا طبال وهادي فهمتي روينا قال لنا راه كاين واحد الباب ديال الدروز ديال السكون غتحلوه غتهبطوا معاه غتلقاو راسكم لتحت قلت ليها انت ورينا هاد الباب من بعيد شي مغربي هذا هاني تونسي تعامل تعامل كانوا يلاه رابحين فرنسا فرحانين واحد الباب واقف عنده سيكيوريتي واحد السيكيوريتي ما عرفتش منين هندي ولا باكستاني من الحياة قال لنا ذاك الباب غتحلوه غتهبطوا صافي حنا شنو درنا ما بقينا غاديين زين في هذاك الكولوار وذوك السيكيوريتي ما فاهمين والو كيقولوا هادو مالهم وحنا فهمتي كشاف صافي مشينا دزنا من حدا عاود رجعنا السلام عليكم وعليكم السلام حنا نحلوا الباب ما فهم والو لقانا لتحت صافي لقانا لتحت بدا الماتش دوزنا ذاك الماتش كان صعيب الصراحه مع اسبانيا كان صعيب شدو كره بزاف 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 راه ما تصفر بزاف والنيه رجليك والله العظيم والله الا النيه شي كواري زعما سير شي واحد كره في الاخر غي توسيا بونو غضرب في البار ناري عقلت على هذيك كان ما صعيب الصراحه وقفت معنا شي حاجه في شكال في داك الموضوع والله هذاك الحساب معهم ب 2018 وما هو البرتغال وما هو البرتغال والله حيت طلبنا احنا في هذاك الماتش فسينا الخير ديالنا في قطر لا في اسبانيا لا في البرتغال لا لكن نبيل حتى الاجواء ديال قطر ماشي بحال شكل ديال اوروبا يعني كنت لا في اوروبا تلقى مشكل باش تربح هذوك بحال اسبانيا ولا كرواتيا صعيب الجو في هذيك الاجواء ديال قطر كلشي عرب وداخو بهذيك فهمتيني بحال كلشي باغي يغري تما كلشي كان مساند المغرب صعيب والله حتى صعيب برافو الدراري تبغيك انت دوز ديك ورا سعيد كره اللي تبغي تبغي وي كتمشي معاك سبحان الله صافي كتمشي تقدر تضرب اول تخصك واحد تشمارك انا واش ماركي وتضرب شي واحد سعيد راه عجيرا كتهز راسك بحالك راه كتلقى الاسره الحاكمه ديال قطر وكل جايه حاضره وكتشجع وكاينوا الامير ديالهم والاميره كانوا كيخرجوا حتى هما واحد الوقيته ولاو عاجبهم الجمهور حتى ولاو كيتفرجوا فيه كيجبدوا تليفوناتهم يصوروا يعني كان كلشي مع المغرب يعني ما كانتش شي حاجه ضدنا بيلاتيات ديال صبليون حدايا سعودي بيلاتيات ما قادرش يتفرج فيهم عرفتي فين وصل داك الشيء تصور دابا بيلاتيات ديال المغرب هو سعود ما قادرش يتفرج مضرك وجهه ما قادرش يتفرج يعني الناس صافي دخلوا معانا في الدم فهمتي ولاو حاسبين هذاك المنتخب ديالو وليتي كتشوف العرب كاملين انا البيلانتيت والله ما شفتو خرجت انت هشيش انت لا والله الا خرجت والله ما خرجت وبقيت على برا واقف مع واحد السيكوريتي مغربي وتونسي بدينا كنهضروا بحال هكا كنسمع اولياء حتى واحد لقيته تحلوا البيبان بالك الهجوم مالك هما هاجمين تفرجوا وانا غادي عندهم كنغوت وكنعنق ما فهمت والو شكون اللي ربح تقولوا لي المغرب فين كتعنق اللي بان لنا عنقنا اخويا
اسبانيا واسيناهم اللي كاين. كي داز الماتش ديال اسبانيا الضغط كان فيه كخص الضغط بزاف تصفار 20 دقيقة صعيب فهمتش كانوا يديروا شي 70 بوطة تما ماشي كوكوطاج وصفروا الراس راه تاهي والله حتى تاهي صعيب صعيب صراحة فهمتي تزقلنا في هذاك الماتش فهمتي صافي تما بحال بدا الثقة بدات كتزاد يعني فاش دزتي من هذاك الماتش 120 دقيقة وهما شادين البالون وكذا وربحتيهم يعني صافي ولا كيبان لك عاوتاني الماتش الاخر هو غادي تربح بصح حيت في الاول كان بنادم بحال كيقول راه كاين شوية الزهر لعب معنا هادي الزهر وحتى الوالدين اخويا فريق ديال اللعابة جاو تدعاو هذيك راه بقات في التاريخ هذيك راه باش يجيو هذاك الميساج كان داز واعر تما في هذاك الجهد صراحة فهمتي بين ان المغاربة عندهم واحد العلاقة قوية مع الأسرة ديالهم فهمتي يعني كي كتشوف لعاب كيسالي الماتش كيمشي كيبدا يقلب على مو فهمتي كيهبط هاد التيران وهادي سهلة شوي والدراري تاهما كان كتحسب لهم واحد اللقطة كانوا كيديروها فاش كيتماركا شي بيش ولا كيسالي الماتش كان اللعابة كاملين سطاف كيمشيو كاملين كيسجدو فهمتي يعني كما قلت لك الملحة ديال الكوب دي موند ديال قطر كانت هي المغرب جمهور بلعابه حتى الاضافه ديال 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 الاعلام ديال فلسطين ودخلات الاسم ديال فلسطين تاريخ الكاس العالم حتى هي لقطه زوينه درتو صراحه هادو عليها الناس زعما في العالم كامل يعني قطر كانت فيها 32 منتخب اللي مشاركين بصح في لاكوب دي مون والبلاد رقم 33 كانت هي فلسطين حيت المغاربه فهمتي كنتي كتشوف تقريبا النص درابو ديال المغرب ونص الاخر درابو ديال فلسطين صح وهادي لقطه عادي حيت المغرب ماشي عندهم ديك زمان صراحه باش كتعاود دابا وكنتفكر داك الشيء بالاجواء كنظن المغرب يعني تورخ هاد المونديال ورا دابا راه هادشي نبيل اسمح لي قاطعتك راه واش اللي خلانا دابا نبقاو تيقين في المغرب ما خاصهمش يطيحوا في شي نيفو من غير بحال هاد النيفو يدوزوا في قطر دابا تمشي دابا في هاد كوب دافريك اللي جايه في كوت ديفوار غتبان لك المغرب الله يحفظ لا داروا شي ريزيلتا راه صافي راه عودونا دابا دابا فينال لعبتي في ما احسن منتخبات في العالم وجي الكوب كاين فرق ما بين كوب دافريك وكوب ديمون ولكن دابا صافي راه ولفنا حنا بالمغرب راه ولفوا فينا الماتش واكثر حاجه كنظن ساهمت في هذا الانجاز هو هادشي اللي دويتو عليه دابا هو التلاحم وهاد المشاعر حتى شي واحد ما بقى كيفكر في المصلحه الشخصيه ديالو كلشي بدا كيفكر في مصلحه وحده كنظن انا هادشي هو اللي ربحنا ملي دخلنا ديك البركه ديال مواتنا راه مواتنا كاملين كانوا تما هادوك الموات ديال اللعابه هادوك راه كيمثلوا مواتنا كيف ما دوك اللعابه كيمثلوا المغاربه كاملين هادوك الموات كيمثلوا مواتني اللي كانوا كيدعيو انا والله صاحبي والله زعما راه شي حاجه اللي ما تعيط لي من دابا من تما كدعي الامهات ديالنا دابا هنايا تلقى المخيره دابا باغي ولده يلعب فهمتي انت تحلم ان ولده يدخلها عند سيدنا كما الله ينصرو راه ما سهلاش هادي والله ما سهل بصح لا لقطه كتبقى للتاريخ صراحه ميساجات كبار دازو والدخول ديال اللاعبين والامهات ديالهم القصر الملكي كنظن تفرج فيها العالم كامل وميساج باشي تقول الوالده ديالك ماشي لعب كره تقول لك سير تقرا ما عندك ما دير بهاد الكره طفروا هذوك الاولين حتى دابا كلشي باغي يلعب ولادو كره ولكن باش تهبط سيدنا يحتفل مع الشعب ديالو بهذيك الطريقه راه ما يمكنش حنا راه شفناها ليه ترى كلشي كيغوت راه ما تيقوش اصاحبي راه انجاز راه دابا كنرجعوا السيناريو اللور راه شوف هذيك اللقطه عاد شحال من مغربي تما في قطر كان في الجمهور شي فاش شاف الملك منصور هابط لابس التوني ديال المغرب وهابط كيحتفل كيقول كي ريتكم كنا تما لقطه في شكل لقطه غريبه نتمنوا وسجاريك نجيبوها اخويا ان شاء الله ياتي لا جبنا كل شيء مره اخرى نذكروا على جديد هذه الحلقه باش ان شاء الله كنتمنوا ان هذا الميساج وصل للعابه دابا حتى اللعابه يوصل لهم بغينا الجمهور يكون في نفس المستوى ان شاء الله في كوت ديفوار ولان الجمهور كيشكل واحد النسبه كبيره من التالق ديال المنتخب باش يكون الجمهور بارد راه صراحه راه الامور ما كتكونش في 100% دابا حنا فيها دابا مثلا يعني دابا مثلا تعطات الفرصه فريق مثلا في هاد لاكوب دافريكه علاش ما نعاودوش نفس الحلقه اللي كانت دارت في كاس العالم مثلا يتكون جروب فهمتي مجموعه قالوا عليهم عاوتاني دراري خويا دراري مجموعه اللي غتمشي وتاثر الجمهور في لاكوب ديفوار بحكم ان
احنا عارفين الكوت ديفوار فيها جاليه كبيره مغربيه تما، وعارفين على ان المغاربه غيمشيو من هنا، وكاينين بلدان يعني قريبه الكوت ديفوار يعني مالي والبلدان اللي قريبه الكوت ديفوار. الحمد لله كما قلتي طارق المغاربه راه فيما مشيتي تلقاها. فوالا علاش ما نديروش مثلا بحال هذه الفكره هذه اللي دارت في كاس العالم، اللي هذه جات على غفله يعني، جات غير على غفله وشو سبحان الله العظيم يعني خلات البصمه ديالها في قطر. علاش دابا ما تكونش مأطره من دابا ويوجدوا حتى هما ويمشيو ويأطروا دوك الجمهور اللي كاين تما؟ مازال هادو هاد القضيه نقطه مهمه، وكاين من بعد ما ساليو هذا باش نبقاو 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 البيلاتيات. كي دازو البيلاتيات صعاب سي جو، حنا وحداكم حنا في بوطه ديالهم شو سبحان الله. الماتش ديال بلجيكا كوفرا والبيت الثاني ديال بوخلال كانوا في هذاك البوطه، بيلانتيات كانوا في بوطه اللي كنا حنا موراه، وحتى البيت ديال النصيري حتى هو كان في الجزيره ديالنا. صراحه هذا صعب. الواحد شناهي ان داك الفيروس كنا قاسمينه حنا وجمهور ديال صبنيه يعني كانوا مجموعين عندهم واحد رازل كبير طبعا وهادي تداوم انا داك الشيء علاش وما مالهم مغلوب على خوف الصبريونيات من دوك مغلوب على امر اجي واحد تحيه لدولمي كان جاوا مخبي دولمي دا يا دولمي دولمي مخبي دولمي واحد انا فين كان كيعاير فينا والله الا كان كيعاير في واحد الصبريوني ما بنصناو ما قدروش يديروا شي حاجه ولا مغلوب على امر كعاوك والله انا حاضر حتى مساله صاحبي والله مساله باش تربح لي سبان راه واخا بلا ضرر ما تربحهاش. وكان داك التصفار بيلاتي ديال الصبليون بزاف التصفار والوقيته اللي كي التصفار وبونو كنشجعوا في بونو تحيه لبونو خونا بصراحه ولي صوفا ولي صوفا انا بالله التولي ديال كوب دي مون ديال اللي صوفا بيه البيلاتي تاعو هذا قديم شويه وكيما زيد ما كان ما كان طريعه يا خويا نبيل تاع هذه الجائزه اللي دا ديال احسن ديال غارديان في افريقيا يستاهلها بصراحه. واخا تظلم انه ما داش الكره الذهبيه مهم هذاك حيت ما يمكنش احسن جول في افريقيا تم الاقصاء الاسم ديالو من 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 الكره الذهبيه. وكيفاش تقول احسن جول في افريقيا وما حطوش في التشكيله المثاليه محطوط فونانو؟ اذا كاين واحد واحد برافو طارق خويا شي معربز كاين والله وكيفاش مخربز مخربز وكيفاش وكيفاش اوسيمان غياخذ الكره الذهبيه ويتم اقصاء اشرف حكيمي اللي غنجيو نهضروا نحسبوها بالورقه والسيلو راه اشرف حكيمي سنقولوا محمد صلاح ونقولوا اوسيمان تجيب ديريكتومون من التروازيام تحطوا ويديها شويه ارضاء الخوف. دابا هما بحال بغاو يحيدوا ديك الفكره ديال ان غيعطوا كلشي للمغرب نظمه في المغرب يعطوا شوف واحد الحزازات عندهم ما هما الوغ كو نورمال اللي كيستاهل خصو يدي راك عارف باقي باقي فلافريك حنا سميتنا راه كبيره معهم عطاوها ولا ما عطاوهاش راه اسماء ديال هاد اللعابه راه كبار. داكشي اللي كاين صفرتوا على خويا بوسكيتس وعلى الدراري والله الا صفرنا بوسكيتس اش يديرها من القلب من القلب مع قراب لينا وتيران صغير ما كاين الله يعطيك كتسمع تزقل زقل الاول زقل بيلانتي الاول صافي بدينا كنتشافوا الصراحه بيلانتي الاول تزقل زقل الثاني دخل شويه ديال السك في الزقله بانون ولكن فهمتي صافي في البلاصه عاود بونوي تركبات تقادات هذيك الساعه تعوضات وي والحمد لله فهمتي دوزنا ذاك الماتش كما قلت لك كان عندنا واحد الحساب معاهم خرجناه بدا ديك الساعه التفكير البوتشوغال هذاك ديال سالت ست ايام ولا مازال قربات سالي الكريس دابا الكريس قربات لا يوريك هذيك راه بوحدها هذيك صافي بدينا كنوجدوا البوتشوغال داك الماتش واحد اللقطه ما غتنساش ليا من الطرائف ديال المونديال ماتش ملعوب حنا واقيلا كنا دابحين شويه كنسمعوا التصفار ما جاش من عندنا حنايا جا من لوز ديال تيران ضغط عند الدري صاحبي اللي كيضغط الطبل قلت له مالهم كيصفروا ضربنا كنشوفوا بحال هكا في هذيك الاكرون كيبان لنا كريستيانو داخل تخيل انا نبيل دابا كريستيانو كنصفروا عليه وانا نقول للدري قلت له شوف الوقت تبدلاش الوقت تبدلاش اي واحد غيتمنى يشوف كريستيانو داخل ولا كيصفر انا ما قلنا لهم حنا والو ناض بنادم اللي شاف اللقطه اللي الوسط انا هادو كيصفروا عليه صافي ما كاين لا كريستيانو ولا في طلعنا دابا حنا بوفالو زياس هذيك الساعه ما كاينش واعرات ولكن قبل الماتش ديال البرتغال كنظن بدا ديسك الفكره ديال الديسك يمكن كان هذيك الساعه كان كانت الفكره ديال مول الماتش ديال اسبانيا بالضبط
حيت ديك القايسه كيف ما قلت لك ما موجدين حنا حتى شي حاجه يعني كنا كل ماتش كنزيدوا شي نويطه ساهله هادي فهمتش اللي حافظ بنادم اللي دغيا تقرا ديما مغرب هذا كل مره كتزاد حاجه فهمتي الموجه شي لعيبه فحال هكا كندوي انا واحد الدراري ديك الساعه ما في المغرب انا قال لي شوف راه علاش اللي ما نديروش دياسك وكذا قلت له راه بصح راه ما موجدش انا قال لي شوف كاين هذاك الديسك حيت هو كان شونسون اوفيسيال ديال 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 ليديسيون ديال قطر كانت فيه وحده عربيه وحده ديال ميتال جيمز وواحد لاشين قال لي راه اسهل زعما اسهل نوطه هي هذه صافي صيفط لي الدري واحد اللعيبات كانت ديك الساعه صيفط لي هلا هلا مغاربه شداد ورجاله صافي دارت لي في دماغي الطن قلت خليها نعطاك البديه عطاني البديه سعيد فتاح يا سلام نبيل برشقرون يا سلام طارق نفتي يا سلام بودكاست فتسين انتهى الكلام